توفيت أمي وأنا في صغري، والآن أنا أقوم بزيارتها في المقبرة، هل يجوز لي ذلك؟ وما هو الدعاء الذي يصلها والأجر الذي يصلها؟ مأجورين. هذا خطأ منك وهو محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية زائرات القبور. فأنت أخطأت في زيارة قبر أمك لأنك لم تسألي أهل العلم. اقتصري على فعل ما ورد أنه يفعل للأموات ويهدى إليهم، مثل الصدقة، أن تتصدقي عن أمك وتنوي ثواب الصدقة لها، أن تكثري من الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، أن تحجي عنها وتعتمري عنها. هذه الأعمال وردت الأحاديث في مشروعية فعلها وإهداء ثوابها للأموات، وما عدا ذلك فلا يهدى للأموات من الأعمال شيء، لقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.